السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القوات الجوية الملكية السعودية بتعلن عن توفر وظائف فنية وهندسية بمختلف مدن المملكة العربية السعودية عبر موقع جدارات. بتعلن وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية دعوة الخريجين الحاصلين على الدرجة العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدد من الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام فنيا الراغبين للتقديم عليها من خلال بوابة التوظيف الموحد جدارات. الوظائف المتاحة: فني مساحة المرتبة الثامنة، فني دعم تقنية معلومات ممارس المرتبة السابعة، فني هندسة كهربائية ممارس ثاني المرتبة السابعة، مطور برامج المرتبة السابعة، مهندس اتصالات مساعد المرتبة السابعة، مهندس إلكترونيات مساعد المرتبة السابعة، مهندس مدني مساعد المرتبة السابعة، مهندس معماري مساعد المرتبة السابعة، مترجم مساعد المرتبة السادسة. أماكن العمل: الطائف، الظهران، الرياض، حفر الباطن، تبوك. يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 29/8/1445 الموافق بالميلادي 10/3/2024 الساعة 7:30 صباحا، وانتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 4/9/1445 الموافق بالميلادي 14/3/2024 الساعة 11:00 صباحا.